مباراة الودية الثانية لمنتخبنا الوطني ضد كوستاريكا تحضيرا لمونديال روسيا 2018 شهدت الظهور الأول للحارس معز حسن مع النسور. حارس شاتورو الفرنسي شارك البارح في أول مباراة مع المنتخب في ملعب يعرفه مليح استاد أليانز ريفيرا ملعب نادي نيس الفريق الأصلي المعز حسن. لعبت برشا مباريات في الملعب هذا في بدايتي، والمدرب أحسن الاختيار بإقحامي في ملعب أليانز ريفيرا. أنا فرحان برشا ومرتاح، وهذا كان ظاهر في الملعب، ونشكر المدرب اللي أعطاني الثقة. المعز حسين صندوق خاطر أول مباراة متاعه مع المنتخب التونسي لكرة القدم، يلعب على أرضه أمام جمهوره، معناها سا سيتي تودي، خاطر فما ناس قالت بين الناس كل لعبت المباراة الأولى ومعز حسين، ما تعرف جارديان سي ان بوست تري ديليكا، قرينا حساب هذا الكل، حطيناه في معناها إطار اللي هو يلائمه، ملعب متعود عليه، جماهير متعود عليها. معز حسن لعب البارح المباراة كاملة، قدم تير 90 دقيقة أداء لافت رغم قلة هجومات المنتخب الكوستاريكي. فرحان برشا وبمرور الوقت دخلت أكثر في الماتش بحكم ضغط أول مشاركة مع المنتخب. أنا راضي على مردودي ونشكر زملائي اللي عاونوني في الملعب. بوادر إيجابية قدمها الحارس الجديد للمنتخب، ثبات في التدخلات، هدوء في التعامل مع الكرة، نجاح في اقتناص الكرات الفضائية، وخاصة ردة فعله في آخر فرصة للمنتخب الكوستاريكي، تصدي حاسم حافظ به على نظافة شباكه وساهم في فوز منتخبنا. أداء متميز نال إعجاب كل المتابعين وحتى الملاعبي. تبارك الله عليه، إن شاء الله معناه يكمل، إن شاء الله يقعد كومبيتيتيف، ومن بعد إن شاء الله لو جورجي يبدأ حاضر باش يعاون إن شاء الله. بالنسبة لي أنا بون جارديان، إن شاء الله ربي معاه مازال صغير في العمر، إن شاء الله ربي يوجهه خير. مادام باش يعاون ليكيب ناسيونال مرحبا به. من دون شك الحارس معز حسن نجح في أول اختبار مع النسور، وأكد أنه باش يكون منافس شرس لبقية الحراس من أجل اقتلاع مكان كأساسي في تشكيلة المنتخب. كنت ماتش باهي، وميرسي الجمهور كلا جا ومعناتها نزون بيان سوتوني، وعايش كان الناس الكل التوانسه نتاع نيس، وسورتو ميرسي على ليكيب معناتها عاونوني برشا، وسي غراس كان عملت ماتش باهي اليوم.